عندما نوثق هذه الانتهاكات سوف نقوم بتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لتقديم هؤلاء الجناة إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم العادل بما اقترفته أيديهم الآثمة. الاهتمام بالواقع المعيشي للمهجرين في المخيمات وخارجها لكي نبقى قريبين من مدينتنا وقرانا ونقطع الطريق على الهجرة مرة أخرى، الهجرة إلى باشور وإلى أوروبا وإلى المناطق الأخرى.